يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول الله سبحانه عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله؟ هذا ما هو من قول موسى عليه السلام، هذا ما هو من كلام موسى، هذا حكاه الله عن الرجل الإسرائيلي من شيعته، يعني من بني إسرائيل، على الذي من عدوه، يعني من القبط قوم فرعون، يقتتلان يتضاربان، قبطي وإسرائيلي. استغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام لأن موسى من بني إسرائيل، استغاثه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل على الذي من عدوه هو القبطي، فالذي استغاث هو الإسرائيلي وليس موسى عليه السلام. ولكن موسى يقدر على إغاثته، فليس في هذا محذور، ليس في هذا محذور. نعم.